بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 31 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولا نزال في المسألة الثامنة التي خصصها الإمام للبحث عن ألفاظ يظن أنها مرادفة للعلم، وأورد فيها 30 لفظة قرأنا 12 منها، هي الإدراك والشعور والتصور والذكر والتذكر والمعرفة والفهم والفقه والعقل والدراية والحكمة. ووقفنا عند اللفظ 13 حيث يقول: 13 علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها واردة في كتاب الله عز وجل. قالوا: إن اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد، أي إذا اعتقد الشخص أن الشيء كذا وأنه يمتنع كون الأمر بخلاف معتقده. إذن أن يعتقد بأن الشيء كذا وأنه يمتنع كون الأمر على خلاف معتقده. إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو إما بديهة الفطرة وإما نظر العقل. إذن هذا هو علم اليقين، لا يحصل إلا إذا اعتقد الشخص أن الشيء كذا وأنه يمتنع كون الأمر على خلاف معتقده. إذا كان لذلك المعتقد مستند، إما بديهة الفطرة إما نظر العقل. يقول الجرجاني: اليقين في اللغة العلم الذي لا شك فيه. اليقين في اللغة هو العلم الذي لا شك فيه. وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا. اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، يعني مع عدم تجويز خلاف معتقده، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. إذن هذه 4 قيود: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا مطابقا للواقع، أي أن يكون هذا الاعتقاد مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. يقول: والقيد الأول جنس يشتمل الظن أيضا، يعني اعتقاد الشيء بأنه كذا هذا يشتمل الظن، والثاني يخرج الظن، لأننا قلنا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا هذا يخرج الظن، والثالث يخرج الجهل، لأن مطابقته للواقع تخرج الجهل، والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب. يقول: وعند أهل الحقيقة رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. عند أهل الحقيقة علم اليقين هو رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. وقيل هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، وقيل تحقيق اليقين بالغيب بإزالة كل شك وريب، قيل اليقين نقيض الشك، وقيل اليقين العلم الحاصل بعد الشك. هذه تعريفات. وقيل علم اليقين ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه، ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه. وعين اليقين ما أعطته المشاهدة والمكاشفة. وحق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط. فعلم كل عاقل الموت علم يقين. إذن علم كل عاقل أنه سيموت هذا علم يقين. فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين،
فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة، وعين اليقين الإخلاص فيها، وحق اليقين المشاهدة فيها. اللفظ الرابع عشر الذهن، يقول: وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة. الذهن قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة، وتحقيق القول فيه أنه سبحانه وتعالى خلق الروح خاصة تحقيق الأشياء وعن العلم بها. خلق الله عز وجل الإنسان خاليا عن العلم بالأشياء، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكنه سبحانه وتعالى إنما خلقها للطاعة، على ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والطاعة مشروطة بالعلم. وقال في موضع آخر: وأقم الصلاة لذكري، فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم. إذن الله عز وجل خلق الإنسان للطاعة، والطاعة مشروطة بالعلم. وقال في موضع آخر: وأقم الصلاة لذكري، فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم. والعلم لا بد منه على كل حال، فلا بد وأن تكون النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلوم. فأعطاه الله عز وجل من الحواس ما أعان على تحصيل هذا الغرض، فقال في السمع: وهديناه النجدين. وقال في البصر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال في الفكر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تطابقت هذه القوى صار الروح الجاهل عالما، وهو معنى قوله تعالى: الرحمن علم القرآن. فالحاصل أن استعداد النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن، ذن الذهن هو استعداد النفس لتحصيل المعارف. الحاصل أن الذهن هو استعداد النفس لتحصيل المعارف عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة. إذن الذهن هو استعداد النفس لتحصيل المعارف عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة التي وهبها الله عز وجل للإنسان. يقول الجرجاني: الذهن قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة، معدة لاكتساب العلوم، وهو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. ويقول ابن دريد في جمهرة اللغة: الذهن هو الفطنة والجمع أذهان. الذهن هو الفطنة والجمع أذهان. ورجل ذهن أي فطن. وربما سميت القوة ذهنا، ربما سميت القوة ذهنا، يقال: ما به ذهن، بمعنى ما به قوة. اللفظ الخامس عشر الفكر، وهو انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة. انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة. قال بعض المحققين: إن الفكرة يجري مجرى التضرع إلى الله تعالى في استنزال العلوم من عنده، لأن من يتفكر كأنه يتضرع إلى الله عز وجل أن يفتح عليه بنور العلم. لذلك قالوا: الفكر يجري مجرى التضرع، الفكر يجري مجرى التضرع إلى الله تعالى في استنزال العلوم من عنده. وأقول: الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي بها إلى مجهول. الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي، أي للتوصل بها إلى مجهول. وفي جمهرة اللغة لابن دريد: الفكر بالكسر والفكر بالفتح ما وقع بخلد الإنسان وقلبه، الواحدة فكرة. وفي القاموس المحيط: الفكر بالكسر والفتح إعمال النظر في الشيء. إذن في جمهرة اللغة: الفكر والفكر بالكسر وبالفتح ما وقع بخلد الإنسان وقلبه، وفي القاموس المحيط هو إعمال النظر في الشيء. اللفظ السادس عشر الحدس، يقول الإمام: ولا شك أن الفكرة لا يتم عمله إلا بوجدان شيء يتوسط بين طرفي المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة. فإن النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة في ظلمة، ولا بد لها من قائد يقودها
وسائق يسوقها، وذلك هو المتوسط بين الطرفين، وله إلى كل واحد منهما نسبة حاصلة، فيتولد من نسبته إليهما مقدمتان، فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين، والمقدمتان هما كالشاهدين، فكما أنه لا بد في الشرع من شاهدين، فكذا لا بد في العقل من شاهدين، وهما المقدمتان اللتان تنتجان المطلوب، فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس. إذا قلت كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، فهذه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، هنا مقدمتان ونتيجة، قولنا النبيذ حرام نتيجة، النتيجة قولنا النبيذ حرام، وهي مبنية على مقدمتين صغرى وكبرى، والنبيذ هو الموضوع في الصغرى، النبيذ هو الموضوع في الصغرى، كل نبيذ مسكر، النبيذ هو الموضوع في الصغرى وهو الحد الأصغر، والحرام هو المحمول في الكبرى وهو الحد الأكبر، والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول، أو بين الحين الأصغر والأكبر وهو الحد الأوسط. يقول الإمام استعداد النفس لوجدان ذلك المسط هو الحدس. ويقول الجرجاني الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب، سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. ويقول النيسابوري الحدس قوة للنفس بها تهتدي بسرعة إلى الحد الأوسط في كل قياس. ويقول الشهرستاني الحدس حركة النفس إلى إيجاد الحد الأوسط إذا وضع المطلوب، أو إصابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط، وبالجملة سرعة انتقال الذهن من معلوم إلى مجهول. إذن هذا هو الحدس. والفكر حركة ذهن الإنسان نحو المبادئ ليصير منها إلى المطالب. ويقول الإمام الغزالي في معارج القدس إن الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها بحصول الحد الأوسط بعد الجهل إنما يتوصل إلى اكتسابها بالقياس، وهذا الحد الأوسط قد يحصل على ضربين من الحصول، فتارة يحصل بالحدس وهو فعل الذهن يستنبط بذاته الحد الأوسط، وتارة يحصل بالتعلم. ثم يقول والفرق بين الحدس والفكر أن الفكرة هي حركة للنفس في المعاني مستعينا، أي يستعين الإنسان بالتخيل في أكثر الأمور يطلب بها الحد الأوسط وما يجري مجراه، يطلب بها الحد الأوسط وما يجري مجراه مما يقاربه إلى علم، أي يتوصل به إلى علم بالمجهول في حال الفقد استعراضا للمخزون يجري مجراه، فربما تأدت إلى المطلوب وربما أنبتت. وأما الحدس فهو أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة بأن يعلم العلة فيعلم المعلول، أو يعلم الدليل فيحصل له العلم بالمدلول دفعة أو قريبا من دفعة، وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب وشوق، وقد يكون من غير طلب واشتياق، بأن يكون نفسة قوية مستضيئة في نفسها فيحصل له العلوم ابتداء، كأنه ما تخلى إلى اختياره، يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة ولو لم تمسسه نار الفكرة. يقول فيحصل له العلوم ابتداء، كأنه ما تخلى إلى اختياره، يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة ولو لم تمسسه نار الفكرة. اللفظ السابع عشر الذكاء. يقول وهو شدة الحدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى، وذلك لأن الذكاء هو المضاء في الأمر وسرعة القطع بالحق، وأصله من ذكة النار وذات الريح، وشاة مذكاة أي مدرك ذبحها بحدة السكين. هذا اللفظ السابع عشر الذكاء، ولفظ قريب منه وهو اللفظ الثامن عشر الفطنة. يقول وهي عبارة عن التنبه لشيء
قصد تعريضه، ولذلك فإنه يستعمل في الأكثر في استنباط الأحاجي والرموز، أي في الأمور التي تكون غامضة. الفطنة هي التنبه على المعنى، وضدها الغفلة. ورجل مغفل أي لا فطنة له. ويجوز أن يقال إن الفطنة ابتداء هي المعرفة من وجه غامض. الفطنة هي المعرفة من وجه غامض، فكل فطنة علم وليس كل علم فطنة. ولما كانت الفطنة علما بالشيء من وجه غامض لم يجز أن يقال الإنسان فطن بنفسه، أو أن يقال بأن السماء فوقه، أي أن الإنسان أن يقال الإنسان فطن بأن السماء فوقه، لا يجوز هذا. ويجوز أن يقال الإنسان عالم بنفسه وبأن السماء فوقه. لماذا؟ لأن الفطنة علم بالشيء من وجه غامض، وهذه الأمور ليست غامضة. والفرق بين الذكاء والفطنة أن الذكاء تمام الفطنة، من قولك ذكت النار إذا تم اشتعالها، والتذكية تمام الذبح. ففي الذكاء معنى زائد على الفطنة، لأن الذكاء تمام الفطنة ففيه معنى زائد على الفطنة. ويقول النيسابوري الذكاء شدة العجز وبلوغه الغاية القصوى، من ذكت النار أي اشتعلت. والفطنة هي التنبه لشيء قصد تعريضه كالأحاجي والرموز. اللفظ التاسع عشر الخاطر، يقول وهو حركة النفس نحو تحصيل الدليل، حركة النفس نحو تحصيل الدليل. وفي الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر في النفس. أن هنا يقول الخاطر هو حركة النفس نحو تحصيل الدليل، لكن في الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر بالنفس. ولذلك يقال هذا خطر ببالي، إلا أن النفس لما كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطرة إطلاقا لاسم الحال على المحل. إذن الخاطر هو الذي يحل أو يحضر في النفس، لكن سميت النفس خاطرا لأن الخاطرة يحل فيها، فهذا من إطلاق اسم الحال على المحل. يقول الجرجاني الخاطر ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه. الخاطر ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه. وما كان خطابا فهو أربعة أقسام، هذا الخاطر الذي يرد على القلب أربعة أقسام: رباني وهو أول الخواطر وهو لا يخطئ أبدا، وملكي وهو الباعث على مندوب أو مفروض ويسمى إلهاما، ونفساني وهو ما فيه حظ النفس ويسمى هاجسا، وشيطاني وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالخاطر حركة النفس نحو تحصيل حق أو حظ. اللفظ العشرون الوهم، يقول وهو الاعتقاد المرجوح، وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير محسوسة لأشخاص جزئية جسمانية، كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذي. الوهم قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ، من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كشجاعة زيد وسخاوته. وهذه القوة هي التي تحكم بها الشاة أن الذئب مهروب عنه وأن الولد معطوف عليه. وهذه القوة أي قوة الوهم حاكمة على القوى الجسمانية كلها. اللفظ الحادي والعشرون الظن، يقول وهو الاعتقاد الراجح، الظن وهو الاعتقاد الراجح. ولما كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط فكذا مراتب الظن غير مضبوطة. إذن الظن هو الاعتقاد الراجح. يقول قبول الاعتقاد للقوة والضعف أمر غير مضبوط، لذا فإن مراتب الظن غير مضبوطة،
فلهذا قيل إنه عبارة عن ترجيح أحد طرفي المعتقد في القلب على الآخر مع تجويز الطرف الآخر. ثم إن الظن المتناهي في القوة قد يطلق عليه اسم العلم، إذن قد يطلق اسم العلم على الظن القوي المتناهي في القوة، فلا جرم قد يطلق أيضا على العلم اسم الظن، إذن الاسم العلمي قد يطلق على الظن القوي، وكذلك قد يطلق على العلم اسم الظن، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قالوا: إنما أطلق لفظ الظن على العلم هاهنا لوجهين، إذن المراد بالظن هنا العلم، وكذلك قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. الظن هنا بمعنى أنه علم يقينا أنه سيبعث وسيلقى حسابه، وإلا لما لقي هذا المصير لو كان الظن هنا على معنى الظن الذي معناه ما يغلب أو يكون أحد طرفيه مرجوحة. فهنا المقصود بالظن العلم، فالعلم أطلق على الظن واسم الظن أطلق على العلم. قال المفسرون: إنما أطلق لفظ الظن على العلم، يعني هنا في قوله تعالى في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لوجهين: أحدهما التنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالإضافة إلى علمه في الآخرة كالظن في جنب العلم، والثاني أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقول: واعلم أن الظن إن كان عن أمارة قوية قبل ومدح، وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم. إن كان الظن مبنيا على أمارة قوية قبل وهو ممدوح، وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم، وإن كان عن أمارة ضعيفة ذم، كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم. يقول الجرجاني: الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. فقوله تعالى فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، لو كان المراد بالظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض لما استحق ذلك الشخص دخول الجنة وأن يتلقى كتابه بيمينه، لكن المراد بالظن هنا إني ظننت أني ملاق حسابية، أي علمت علم اليقين أني ملاق حسابية. لذلك يقول الجرجاني: ويستعمل أي الظن في اليقين والشك. وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان، فالظن هو الراجح، فإن كان عن أمارة قوية قبل ومدح، وعليه مدار أكثر أحوال العلم. وإن كان عن أمارة ضعيفة ذم، قال تعالى: إن بعض الظن إثم. اللفظ الثاني والعشرون الخيال. يقول: وهو عبارة عن الصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبته، ومنه الطيف الوارد من صورة المحبوب خيالا. والخيال قد يقال لتلك الصورة في المنام وفي اليقظة، والطيف لا يقال إلا فيما كان في حال النوم. يقول الخليل بن أحمد في معجم العين: الخيال كل شيء تراه كالظل، وخيالك في المرآة، وهو ما يأتي العاشق أيضا في النوم على صورة عشيقته. ويقول الجرجاني: الخيال قوة
تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة، بحيث يشاهدها كلما التفت إليها، فهو خزانة للحس المشترك. والطيف كل شيء يغشى من وسواس الشيطان. وما في الأشعار من الطيف كقوله أرقني زائر طيف أرقى، يعني أنه يرى خيالها في منامه فذاك طيفها، كذا في معجم العين للخليل. وفي المزهر للسيوطي الطيف الخيال الذي يراه النائم، والأصل فيه طيف، سقط الياء كما في هين ولين، فقالوا هين ولين بإسقاط إحدى التاءين، بإسقاط إحدى الياءين عفوا. اللفظ الثالث والعشرون البديهة، ومعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا بسبب الفكر. البديهة هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا بسبب الفكر، كعلمك بأن الواحدة نصف الاثنين، هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا بسبب الفكر. ويضرب مثالا عليها يقول كعلمك بأن الواحدة نصف الاثنين. اللفظ الرابع والعشرون الأوليات، وهي البديهيات بعينها. والسبب في هذه التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أولا، الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أولا لا بتوسط شيء آخر، فأما الذي يكون بتوسط شيء آخر فذاك المتوسط هو المحمول أولا. إذا قلت كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنتيجة قولك النبيذ حرام، والنبيذ هو موضوعها، أي موضوع هذه النتيجة، وهو الحد الأصغر، والحرام محمولها وهو الحد الأكبر، والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسط، والمحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى. فهذا معنى قول الإمام فأما الذي يكون بتوسط شيء آخر فذاك المتوسط هو المحمول أولا. يقول ابن سيدة في كتابه المحكم والمحيط الأعظم البده والبده بفتح الباء وضمها، والبديهة والبداهة أول كل شيء، هذه معناها أول كل شيء وما يفجأك منه. تقول بدهه الأمر أي فاجأه، وفلان صاحب بديهة أي يصيب الرأي أول ما يفاجأ به. سريع البديهة نقول أو صاحب بديهة بمعنى أنه يصيب الرأي أول ما يفاجأ به، والبداهة والبديهة أول جري الفرس، ولك البديهة أي لك أن تبدأ. يقول وأرى الهاء في جميع ذلك بدلا من الهمزة، أصلها يعني البدء ثم بدلت الهمزة هاء، هكذا يقول ابن دريد. وفي الفروق اللغوية الفرق بين البديهة والنظر أن البديهة أول النظر، البديهة أول النظر، يقال عرفته على البديهة أي أول أحوال النظر. وله في الكلام بديهة حسنة، تقول له في الكلام بديهة حسنة إذا كان يرتجله من غير فكر فيه. وللتوضيح أقول الحجج العقلية خمسة أقسام، لتوضيح المراد بالبديهة والأولية أقول الحجج العقلية خمسة أقسام: برهانية وجدلية وخطابية وشعرية وسوفسطائية، وهذه الأخيرة تسمى المغالطة. وأجل الأقسام الخمسة البرهان، وهو ما تركب من مقدمات يقينية وهي ستة: الأوليات والمشاهدات والتجريبات والمتواترات والحدسيات والمحسوسات. والأوليات هي البديهيات، لذا ذكرهما الإمام في بندين متتاليين، أقصد اللفظين الثالث والعشرين والرابع والعشرين. فالأولية أو البديهة ما يجزم بها العقل بمجرد تصور طرفيها، كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء. والسفسطائية
فرقة أنكروا البديهيات والحسيات وغيرها. وجملة القول أن الإمام ذكر في هذه المسألة 30 لفظة يظن أنها مرادفة للعلم. تناولنا في الدرس السابق 12 لفظا منها هي الإدراك والشعور والتصور والحفظ والذكر والتذكر والمعرفة والفهم والفقه والعقل والدراية والحكمة. وتناولنا في هذا الدرس 12 لفظا آخر هي علم اليقين والفكر والذهن والحدس والفطنة والذكاء والخاطر والوهم والخيال والظن والبديهيات والأوليات. وبقيت 6 ألفاظ نقرأها ونشرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.